ما زلنا مع مختصر منهج السنه والكلام مع هذا الرافضي الخبيث الذي كذب على النبي وكذب على ابي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، وما زال يكذب على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. يقول الخلافه التاسعه في زمن امير المؤمنين علي بن ابي طالب بعد الاتفاق عليه وعقد البيعه له، فاولا خروج طلحه والزبير الى مكه، ثم حمل عائشه الى البصره، ثم اصل القتال معه. يعرف ذلك بحرب الجمل والخلاف بينه وبين معاويه وحرب صفين ومغادره عمرو بن العاص ابا موسى الاشعري، وكذا الخلاف بينه وبين الشراط المارقين بالنهروان. وبالجمله كان علي بن ابي طالب مع الحق والحق معه، وضار في زمان الخوارج عليه مثل اشعث بن قيس ومسعر بن فتك التميمي وزيد بن حسين الطائي وهؤلاء، وظهر في زمن الغلاة كعبد الله بن سبأ. أما الفرقتين ابتدأت الضلالة والبدع، وصادق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهلك فيك يا علي، يهلك فيك اثنان، محب الغال وامر الابطال. وهذه حديث لم يكن صحيحا، لكن يعني يستانس به على انها واقع. هذا الرجل اراد ان يلمح بان الفتنه كانت من طلحه والزبير وعائشه، وانهم خرجوا على علي بن ابي طالب، وايضا الكلام على ابي موسى الاشعري مع عمرو بن العاص. فانظروا هذا الكلام مما يبين تحامل الشهرستاني في هذا الكتاب مع الشيعه، والا فقد ذكر ابي بكر وعمر وعثمان ولم يذكر من احوالهم ان الحق معهم دون من خالفهم. ولما ذكر عليا قال الحق معه، كان الحق مع علي وعلي مع الحق. والناقل الذي لا غرض له اما ان يحكي الامور بالامانه، واما ان يعطي بالذي حق حقه. فاما دعوى المدعي ان الحق كان مع علي وعلي مع الحق، وتخصيص بهذا دون ابي بكر وعمر وعثمان بن عفان، هذا فيه ما فيه من التجرد، وفيه ما فيه من عدم التجرد، وفيه ما فيه من عدم الاخلاص. والرافض كذب، الرافض يزينون من اجل كذب. وممن يبين فساد هذا الكلام قوله ان الاختلاف وقع في زمن علي بن ابي طالب بعد الاتفاق عليه وعقد البيع، وهذا لم يكن صحيحا، لم يكن اتفاقا، لكن ذهب الناس المسرعون الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ولا يختلف اثنان الى انه خير من واطئ الطرق في هذا الزمان، وهو حق الناس بالخلافه، لا شك في ذلك ولا كلام في ذلك. لكن كان في اقامه هذا البيعة علي ولقاءات بيعة عثمان الذي اجتمع عليه المسلمون حتى العذراء في خدمه. يعني عبد الرحمن بن عوف قال: ما تركت بيتا من بيوتات الانصار المهاجرين الا كلهم لا يعدل بعثمان احد. وكذلك هنا لما عرض هذا الخبيث من الخبيثه على طلحه والزبير وعائشه من غير اذكرهم انهم يعني ان لهم العذر بذلك، انهم ما خرجوا قتالا ولا خرجوا خروجا على الامام العالم علي بن ابي طالب، لا، بل خرجوا يطالبون بدم عثمان وايضا بالصلح بين المسلمين المفترقين. واهل العلم يعلمون ان طلحه والزبير لم يكونوا قاصدين القتال عليه، وكذلك اهل الشام لم يقصدون قتاله، وكذلك علي لم يكن قصده قتال هؤلاء ولا هؤلاء. ولكن حرب الجمل جرى بغير اختياره ولا اختيارهم، فانهم كانوا قد طبقوا على المصالحه واقامه الحدود على قطر عثمان، فتواطأت القطر على اقامه فتنه اخرى كما اقاموها اولا، فحملوا على طلحه والزبير واصحابهم فحملوا دفعا عنه، واشعروا عليا انهما حمل عليه، فحمل عليه دفعا عن نفسه، وكان كل منهما قصد دفع السيار ابتداء القتال. وسبحان الله، يعني المغرضون كثر والمنافقون اكثر والمفسدون بين زيادات البين كثر، فمن استمع لهم كانت الفجيعه الكبرى كما حدث في جمل وصفين. فقد جرى الامر في المقاتله على لا ملامه، وقد جرى الامر ولم لم ترد عائشه القتال، ولا طلحه ولا الزبير ولا حتى علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يريد القتال من حال الاحوال، لكن قتلت عثمان هم الخوارج، وعلموا ان لا مسرح لهم الا في فساد ذات البين بين هؤلاء الاخيار الابرار، حتى وقعت موقعه عظيمه ومقتله عظيمه حول الجمل. قال المصنف: فصل في بيان حال الرافضه في الاسلام وعنتهم الكفار على المسلمين. قول هذا الرافضي منذ بعين المصنف: ان كلام هذا الرجل هل خرج موجب الفتنه على المشايخ وتعدهم؟ فجب ان يقال: اما الفتنه فانما ظهرت في الاسلام من الشيعه من الرافضه الخبثاء، فانهم اساس كل فتنه وشر، وهم قطب رحى الفتنه، فإن أول فتنة كانت في الإسلام قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قد روى الإمام أحمد في مستدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من نجا منهن فقد نجا موتي وقتل خليفة مضطهد بغير حق والدجال. وقتل خليفة المضطهد ومن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان فيه يعني فيه المنظومة الكبرى. قال: وإن أرادوا المنافقون على خلعه فلا تفعل. ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق فبين له انه لم يكن قط طائفه اعظم اتفاقا على الهدي والرشد وابعد الفتنه والتفرق والاختلاف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير الخلق بشهاده الله لهم بذلك، اذ يقول: كنتم خير
الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأبعد الناس عن الطائفة المهدية المنصورة هم الرافضة، لأنهم أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء. المنتصبين بالقبلة وخير هذه الأمة هم الصحابة. أما الرافض فحقيقة أنهم خرجوا من دائرة الإسلام بما قالوا وبما كفروا به الصحابة الكرام. فلم يكن في الأمة أعظم اجتماعا عن هدي ودين حق ولا أبعد عن التفرق والاختلاف من هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكل ما يذكر عنه مما فيه نقص فهذا إذا قيس إلى ما يوجد في غيرهم من الأمة كان قليلا من كثير. وأما ما اقترفه كل أحد في نفسه مما لم يخلق فهذا لا اعتبار له، فهذا اقترح معصوما من الأئمة، وهذا اقترح ما هو كالمعصوم، وإن لم يسمعه معصوما فاقترح في العالم والشيخ والأمير والملك ونحو ذلك مع كثرة علم الدين وحسنه وكثرة ما فعل الله لديه من الخير اقترح مع ذلك ألا يكون قد خطي عليه شيء ولا يخطئ في مسألة، وأن يخرج عن حد البشرية فلا يغضب. فالكثير من هؤلاء يقترح فيهم ما لا يقترح في الأنبياء، يعني هم يظنون في البداية ويقولون نعم بشر بشري بشرية الإنسان أنه لا يعصي يتخطى يتجاوز يتعدى، لكنهم ما تراه إلا رجعا إلا توابا إلا أوابا إلا قوالا بالحق ونصارا له. أمروا أن الله أمر الله أن يقول لا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فالجهال يريدون من المجموع أن يكون عالما بكل ما يسأل قادرا على كل ما يطلب منه غنيا عن الحاجات البشرية كالملائكة. وهذا اقتراح من ولاة الأمر كاقتراح الخوارج في عموم الأمة، لا يكون لأحد دم، وإن كان له دم كان عندهم كثيرا مخلدا في نار جهنم، وهذا ضلال. وكل ما يتمنونه فهو باطل، فالإنسان يصيب ويخطئ، والذي غلبت حسناته على سيئاته فهو لن ينجو بل هو الخيار. يقول ابن تيمية فليس الضلال هو الغي في طائفة مثل طائفة الرافض، كما أن هذه الرشاد والرحمة ليس طائفة من طائف الأمة، أكثر منه في أهل الحديث والسنة المحضة الذين لا ينتصرون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم خاصته وهو إمامه المطلق الذي لا يتبعون قول غيره إلا إذا اتبع قوله ومقصوده نصر الله ورسوله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة ثم أهل الحديث والسنة المحضة أولى بالهدى ودين الحق أبعد الطائف عن الضلال والغي، فالرافضة هم أجهل الناس وهم أفضل الناس وهم أكثر الناس. ومن قال بعكس ذلك فقد أبطل بالكلام، ومن نظر في الحديث والتفسير والفقه والسير علم أن الصحابة كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدنيا وهم خير الناس وأعدل الناس. كفى أن الله جل وعلا قال وألزمهم كانوا التقوى وكانوا حقا بها وألها، وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوك تحت الشجرة، وقال الله تعالى محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطره فأزرع فاستغلق فاستوى على سوقه يعجب الزراع على غير بينهم وعد الله الذين أمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة عنهم. ولذلك أنت ترى هؤلاء الروافض ينتصرون على أعداء الإسلام ويحكون المكر والكيد على أهل الإسلام، وقد اتفق ابن العلقمي الوزير الرافضي الخبيث ابن الخبيثة مع أولاكه ودمر الكوفة ودمر الخلافة، وحتى أنه قتلوا الخليفة العباسي قتلا عظيما بالأرجل، وأيضا قد أحرقوا كل كتب العلم وذبحوا العلماء والأطفال والشيوخ وما تركوا أحدا ولا تركوا حجر ولا رأسا على كتب. والسبب الرئيس في الرافض وخيانة الرافض، فهم أهل خيانة وأهل معصية وهم أهل كفر وفيهم ما فيهم من الصرافة وفيهم ما فيهم من الكذب، دينهم كله واقف على الكذب. والحديث الرفيع إن شاء الله في الدروس القادمة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم الحلقة إن شاء الله سبحانه. الأمة خانقة في الأمة الإسلامية فقط يا أمينة، هذه اللي رافض أخبث خلق الله وأضل وأضر خلق الله على الإسلام. الله المستعان. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم،
وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.